Sakarya Grup İstanbul Başakşehir'de gıda sektörünün yanı sıra Türk ürünlerinin ihracatını gerçekleştiriyor. 2018 yılında Türkiye'deki faaliyetlerine başlayan şirket, yurt dışından Türkiye'ye hurma ithalatı yapıyor. Bizlerde Suriyeli iş adamı, şirket sahibi Haldun Maria'dan Türkiye'deki çalışmalarını dinliyoruz. İsmi Haldun Maria, asıl من سوريا من حلب. جيت على تركيا ب 2015 بدأنا في عمل السياحة والعقارات وبعدين ب 2018 بدأنا في مجال الغذائيات والتصدير والاستيراد حاليا نحن عم نستورد تمور نستورد تمور من خارج تركيا من إيران من العراق بنخدم معامل المعجنات ومصانع الحلويات بعجينة التمر والتمور اللي بيستعملوها بالحلويات السورية أو الحلويات العربية اللي بيستعملوها بصناعة المعمول منصدر منتجات تركية اللي هي مشروبات طاقة المعلبات البنصروة وكثير منتجات تركية مكسرات بندق جوز لوز في بعض المنتجات مستوردة يعني مثلا في الجوز مثلا في تركي وفي غير تركي نشتري ونحن بنصدره وفي ناس بتاخذ على اوروبا اكثر شيء تصديراتنا كله بضاعتنا كلها بتروح على اوروبا في شيء بنجيبه استيراد ونصدره وفي شيء نحن هون بنسويه بقلب تركيا ونصدره عند المعامل والمصانع والورشات اكثر البلاد اللي بنشتغل عليها فلسطين اوروبا العراق ليبيا يعني نحن بشكل عام شركه ماريا بنشتغل شوي التزام ملتزمين كثير بالمواعيد ملتزمين المنتج المنتج اللي بنطلعه مثلا نفس العينات اللي بنعطيها نفس المنتج بالضبط بيكون ملتزمين كثير بتنفيذ شروط المنتج اللي عم نشتغل عليه والله يا ريت انه نحن نكون عند حسن ظن السيد الرئيس رجب طيب اردوغان ان شاء الله انه نكون من بدايه او من اوائل الشركات اللي هي في مجال التصدير تصدير المنتجات التركيه وصناعه المنتجات التركيه هي المنتجات التركية معروفة يعني هي جودة عالية كل الناس بترغب كل البلاد بدها منتجات تركية نتمنى إنه نحن نكون بداية هاي الشركات اللي عم تصدر منتجات تركية موجود طبعا نحن شركة مالية موجودة بإسطنبول ببشكشير في سوق الجملة معروف في عنا على إنستغرام صفحة وفي على فيسبوك كمان صفحة رسمية وفي رقم موبايل شخصي ورقم موبايل الشركة موجود بإمكان أي حدا يتواصل معنا على الرقم الموجود إن شاء الله ما بنقصر